كابتن سيد معوض، واحنا في اللحظات الاخيره خلاص رايحين على المطار، داخلين على المطار دلوقتي، طمني كده اخر لسردات المباراه، وشايف المباراه صعبه؟ اكيد كل مباراه صعبه، بس ربنا يكرم يعني. ان شاء الله الماتش الاولاني كسبنا مكسب كويس، وان شاء الله اتمنى يعني يكون في مكسب هناك، مكسب كويس برضه ان شاء الله. في خبرات تفرق معانا، وخاصه لعبنا مع الفرقه دي هنا في القاهره وشفنا الفروق اللي بيننا وبينهم. ان شاء الله الخبرات تفرق داخل الملعب وبره الملعب، بس زي ما بقول لك يعني يوم الماتش ده بيبقى حاجه مختلفه شويه، وده ماتش صعب اكيد، اخر امل لفرقه المولوديه، واعتقد بالنسبه لنا احنا كمان المكسب ان شاء الله مهم. شكرا كابتن سيد، ويمكن دي كانت ختام لقاءاتنا هنا مع بعثه فريق النادي الاهلي في مطار القاهره الدولي. لكن قبل ما اختم اخد